الناس كيف بتشوفك؟ لأنه بيكونوا الفانز لإليك بحبوا يشوفوكي على طول، أو لأنه أخذينك مثال البرفكت يمكن مثال بحبوا. وهيك، إنه أكيد هذا شيء بيحملني مسؤولية أكبر تجاههم. بس أول شغلة لازم واحد يفكر هو بحاله، إنه التصرفات تكون مسؤول عنه كرمال مصلحته الشخصية. وأنا أكيد كثير بهمني إني ضلني بالصورة الحلوة، كرمال هيك يمكن رغم الشهرة وأضواءها وقديش بتعمل عليك ضغط وقديه بتفوتك بمتاهات، ضليتني شادة على حالي ومحافظة على حالي لحد اليوم. شغلة منا هينة أكيد، بس بعتقد الإيمان وأنت شو بدك من الحياة بيساعدوك كثير لتعرفي تحطي حدود. انت شو بدك من الحياة نادين؟ أنا بدي أكون ناجحة، هي أهم شغلة عندي، وإنه على طول المشاهدين ينبسطوا بالأدوار اللي عم أديها، بما إنه هلا فت بهذا المجال، يعني على طول بضلني عطلانة هم كل دور إذا رح يحبوه، رح يقدروه، رح ياخذوه مثل ما أنا بدي، رح توصل للرسالة، عطلانة همهم أكثر ما عطلانة هم حالي. إذا كان عندك دور من الأدوار، بما إنك هيئتك اخترتي التمثيل كمهنة، بلشتيها بطريقة الصدفة ولقيتي حالك نجحتي فيها وإجاكي فيدباك منيح وقررتي إنها تكون مهنة لك، الى حين يمكن تكتشفي موهبة جديدة عندك بعد يمكن ما اكتشفتيها. ما بعرف يمكن، بس انه هلا مركزة على التمثيل، ما بعرف لأي لكذا سنة، يمكن بعدين برجع بعمل شيء خاص فيي، برجع للشيء اللي درسته، اداره الاعمال، بعمل بزنس خاص، ما يعني بعرف. كل المجالات بتخليها مفتوحه على طول. طيب انا اللي بدي اسالك اياه، انه بعض الادوار بتكون مش مركزه على جمالك، يعني بكون مطلوب فيها انه ما تكوني حلوه، بيزعجك هذا الموضوع؟ هل يعني جمالك بتحطيه بالامام لما بتكوني عم تنقي دور؟ لا ابدا، بالعكس، يعني هيدا الشيء اللي انبسطت فيه لما قدرته الصحافه، انه بكذا دور اديتهم، ان كان بالمقعده بخطوه حب او هلا باجيال فرح، كنت ما هممني كثير اللبس، لانه حسب الشخصيه، يعني اذا الشخصيه فتاه انه هالمره مثل فرح هامله، يمكن هم اولادها بتشتغل بس لتعيشهم وتعلمهم، وهم عائلتها، ما بعتقد انه رح تكون على طول مزبطه حالها ولبس كثير سكسي او شيء هيك. حسب الشخصيه، يعني بلحق الدور ما بلحق حالي، انا بطلع من حالي لما اكون عم مثل، بنسى انه انا نادين نجيم مثل، لانه هيدا الشيء ما رح يفيدني اذا بدي بس فكر انه انا بدي اكون بالعكس. حلوه. لا هيدا مش مهم. بالنهايه بدي اقول لك شغله، الشخص اللي بيتمتع بجمال طبيعي وحقيقي ببين عليه، لو ما كان حاطط مكياج، لو كان لابس شيء كثير عادي، بضل يبين جماله، منك بحاجه انك كثير تزبطي بحالك. صحيح. لا هلا حنرجع، بس بدنا نشوف فيديو، بدي ارجع بعدين ل يعني شيء على السؤال حول الجمال. خلينا نشوف فيديو من اجيال اذا ماني غلطانه.